ماتش النهارده كان كويس جدا، لعيبه جديده ادت اداء كويس بالذات توني كروز، واحد زي خميس رودريجيز برده لسه قدامه شويه، بس الفريق متحسن يعني. ان شاء الله الموسم الجديد هيكون موسم كويس، والحمد لله المكسب النهارده يعني سوبر اوروبي بطوله محتاجينها، وهتبقى تاني بطوله ان شاء الله لريال في تاريخه. الحمد لله يعني نص الملعب دلوقتي كويس جدا من كروس، يعني بسم الله ما شاء الله عليه يعني في نص الملعب حاجه فظيعه، وجيمس برده هيبقى كويس بس هو كان قلقان النهارده شويه عشان اول بطوله ليه وكده واول ماتش. ومودريتش الحمد لله هو مستواه ثابت بقاله موسم كامل ولسه مستواه بيتحسن اكتر واكتر، ودلوقتي احنا يعني في نص الملعب كنا مفتكرين الونسو بس يعني كروس عوضه يعني كويس الحمد لله. وان شاء الله يعني انشيلوتي بنى منظومه كويسه في ريال مدريد جدا في نص الملعب والدفاع والهجوم، وان شاء الله الموسم ده هنبقى كويسين جدا وممكن نحقق يعني بطولات تاني ان شاء الله. كاسياس كنت متوقع انه اداؤه يبقى مهتز شويه عشان اللي حصل قدام هولندا، بس كان اداؤه ممتاز جدا وشال الهدف تقريبا. انشيلوتي قدر يوظف اللعيبه الجديده النهارده ويعمل توليفه عاليه جدا، ادائهم كان مبهر، يستحقوا الكاس النهارده. جايز بيل بقاله سنه يعني موسم كامل حلو مع ريال، وبدا ينسجم معانا في اللعب يعني، وهو يعني بدا يعرف يرفع معانا ويعدل جوه ويجري وكده، فهو الحمد لله ان شاء الله يعني هيعمل موسم كويس معانا السنه الجايه. فريق ريال مدريد النهارده قدم اداء عالي جدا بعد الصفقات الجديده اللي جابها، ثلاث صفقات الجداد اللي جابهم، الدفاع اتظبط عن زمان، عن السنه اللي فاتت بقى احسن بقى اقوى. اهم حاجه عندهم الروح القتاليه والجماعيه اللي الواحد بيفتقدها في الفرق المصريه، ما بيشوفهاش غير في فرق قليله قوي ومنها الاهلي الواحد بيشجعه يعني.